أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قالوا يعقوب بالانتظار. تأخروا، يفترض بهم العودة اليوم. لعل مكروها قد أصابهم. ألا تتفائلين بالخير؟ عسى تجدينا. لا تبكي يا بني، سيعود أبوك قريبا. علام تأخرهم، فبالأمس عاد الكنعانيون. لماذا لم تصبروا حتى ترجعوا جميعا؟ نحن لم ندر كم يوما علينا أن ننتظر، لعلهم لن يعودوا ولو انتظرناهم أياما. اللهم كما أدخلت السرور على أهل كنعان بعودة أبنائهم، أدخل السرور على عشيرتنا بعودة أولاد سالمين. ينبغي بالقوم أن يكونوا قد بلغوا الديار، فقد سبقونا بثلاثة أيام. سوف يقلق أهلنا ظنا منهم أن سوءا أصابنا، خصوصا أنهم رأونا ذهبنا برفقة جنود عزيز مصر ولم نعد بعدها. لعلهم سيظنون أن عزيز مصر قد تربص بنا شرا. لا تقلقوا، فإن أسرعنا قليلا لن نتأخر كثيرا. هيا أسرعوا أسرعوا. Thank you.
يا لها من رائحة خبز. أجل، ذكرتني هذه الرائحة بضيافة العزيز. كانت ضيافة لائقة. ذكرتني بالخبز الذي تخبزه أمي. مللنا الانتظار، ما بالهم؟ أجل، اجلب الخبز الذي نضج نأكله بينما ينضج غيره. فضنا طويلا. لولا أنهم أعطونا هذا الطحين زادا لطريقنا فما عسانا كنا فاعلين. فنحن لا نحمل رحا نطحن به القمح، كنا سنأكل الحنطة اليابسة. عفاهم الله على ما أغنوا عنا من المشقة. أي مشقة؟ لولا أنهم أبقوا علينا 3 أيام لكنا الآن في ديارنا. حقا أنت أشبه ما تكون بالهر يا هودة، فأنت لا تتذكر فضل غيرك عليك أبدا. هيا نفتالي، لقد متنا جوعا، هيا أسرع. جناب رودامون، جناب رودامون، أنا مسرور لرؤيتك. بورنو بورياس، صديقي العزيز، ماذا تفعل هنا؟ ها أنا قد وليت أمرا كنت تتولاه أنت. كنت بعيدا عن طيبة منذ مدة، ماذا عندك من أخبار؟ أخبرني. كل الأخبار في طيبة تنتهي عند رجل واحد، يوزر سيف. يوزر سيف، هذا الاسم ليس ورد الألسن في طيبة فحسب، بل ذكره على كل لسان في كل أرض مصر. هذا الاسم كان مألوفا لي ولك قبل أن يألفه أهل مصر. أنا علمته فن القتال، وهو بدوره علمني كيف أكون إنسانا وكيف أعبد الله. أين هو الآن؟ تعلم جيدا أنه لولا وجوده لكنت دخلت السجن بدل نينيفركابتا. هو الآن مشغول بإدارة أمور طيبة ومعبد أمون. ما أخبار السيدة زليخة؟ لم أرها منذ سنوات طويلة. أصبحت السيدة عجوزا عمياء هناك، اعتادت الجلوس هناك، لم تأتي اليوم. أخبرني، ها؟ أين العجوز العمياء التي اعتادت الجلوس هنا؟ زليخة العمياء. لا ندري، لم نرها اليوم. لا يهم، سأجدها بنفسي، تابع نوبة حراستك. أنتما ماذا تريدان؟ عجبان، حارستا السيدة زليخة. أنتما الاثنان مجددا؟ ماذا تفعلان هنا؟ السيدة زليخة لم تعد تملك شيئا لتهبه. هذا مؤسف، فقد جئنا السيدة زليخة بخبر مهم عن جناب يوزر سيف. أجل أجل. تاما، تياميني، ما الأمر؟ من هؤلاء؟ هما نفس المشردين المزعجين سيدتي. نحمل خبرا مهما زليخة. أحمق، السيدة زليخة، أتسمع؟ عفوا سيدة زليخة،
على كل حال لم أعد أملك شيئا أهبه. هذا مؤسف، فثمة شخص من قبل يوزر سيف يبحث عنكم. تعال إلى هنا. في خدمتك سيدتي. هل تكذبان كما عودتمانا؟ هل تنويان خديعتي مجددا؟ نحن لا نكذب. أولا نضع يده في يدك سيدتي، ثم نستلم الجائزة بعدها. هذا منصف. أنتما تعلمان أني أعطيتكما الكثير إزاء أخباركما الكاذبة. أما الآن فأنا لم أعد أملك شيئا. نحن متأسفون جدا، فالذي كان يبحث عنك هو من كبار الضباط، هل هذا صحيح؟ أجل. فلنذهب إذن، هيا فلنذهب. اصبرا اصبرا، مهلا. سأعود الآن. حسناً، أين هو هذا الرجل؟ بمجرد استلامنا للهدية سوف نجلبه لك، لا تقلقي سيدتي. الرجل أولاً، اجلب الرجل إلى هنا ثم استلم هديتكما. سيدتي، لا خبر عن ذلك الرجل ما لم نستلم هديتنا. انظرا، إنها هدية ثمينة، اجلبا ذلك الرجل ثم خذا هذه الهدية. هيا لنهرب. سارقان، توقفا أيها اللصان، لقد سرقوها أرواحهما. توقفا، ماذا يجري هنا؟ تعال أنت، مما كان فرارك؟ أنا لم أكن أفر عن المقام، كنت ذاهبا إليك. إلي أنا؟ أجل. وأنت من أين تعرفني؟ أعرفك، ألم تكن آتيا من القصر؟ ولما سؤالك هذا؟ لأن هذه السيدة لا تصدقني مهما قلت لها، إن رجلا من القصر يبحث عنها. أجل يا سيدي. هل أنت قادم من القصر؟ لا أفهم ماذا تقصدين بالقصر. أتيت بحثا عني؟ أجل، كنت أبحث عنكم. حسنا، أنت حر في الذهاب، خل سبيله. ولكن تمثال أمون. ليس شيئا، أنا قد زهدت فيه. أهديت أمون؟ أولست تعبدين أمون؟ لا، أنا الآن أعبد رب يوسف. عندما أخبرني أنك جئت من طرف يوسف لمقابلتي، رأيت أن أهبهما آمون. فليبقى حسابهما لما بعد، فهما كاذبان. صحيح أنني جئت لرؤيتك، ولكن ليس من قبل يوزر سيف. ماذا سيدتي؟ لا أدري سبب ضعف ركبتي. لماذا تغير لونك سيدتي؟ هل سبق أن فقدت الأمل يوما؟ كل هذا الكذب، كل هذا الخداع، مع ذلك لم تفطني بعد.
ظننت أن رسول يوزرسيف قد جاءني. وماذا تريدين من يوزرسيف بهذا الوجه الذابل والعينين العمياوين سيدتي؟ من تكون أنت وعلامة تناديني بسيدتي؟ هل نعرفك أم أنك أحد أولئك المتسولين الذين يسخرون مني؟ إنه رودامون. أنت هو السيد رودامون؟ أقسم بالآلهة إنني قد عرفتك منذ البداية سيد رودامون. أين كنت رودامون؟ لقد ذهبت إلى المرسى مرارا، عبرت زقاق الكبش الحجري مكررا، سألت عنك أصدقائك ومن عرفك، لكني لم أحظى بك. لقد ذهبت محاربا إلى بلاد أخرى منذ 10 سنوات، ولم أظن أبدا أن أجدك على هذه الحال سيدتي. فراق يوسف هو الذي فعل بي هذا. كنت أرجو أن تتمكن من إرشادي إليه. كيف سترين يوزرسيف وأنت لا تبصرين أبدا سيدتي؟ لا حاجة للبصر لكي أرى يوسف، أنا يكفيني فقط أن أشم ريحة. إن لقيته يوما فسأطلب منه أن يسكنني في ركن من أركان قصره لأكون بجواره دائما وأستطيع شم ريحه في كل يوم. لكن يا للحسرة، فهذا أمل بعيد جدا. وما أدراك أنت، سأسعى أن أجد يوزرسيف سيدتي. أنا لم أفقد الأمل، سأعود إليكم حالما أخبر بخبر عن يوزرسيف. أرجو ألا تقطع أملك السابق. لا تقلقي، أمالي معلقة بك. سوف أعود، كوني على ثقة سيدتي. أتعرف أين أجد جناب يوزرسيف؟ لا، لم أعرف عنه منذ مدة. انطلق. ألم يأتي جناب يوزرسيف؟ لا، لم يأتي. قد تجده هناك سيدي. تحرك. أين أجد يوزرسيف؟ اذهب إلى هناك، سوف تجده حتما. أوافق؟ أجل، في ذلك الاتجاه ستجده حتما. هيا انطلق. اصبري اصبري سيدتي، أراك قد انطلقت مجددا. لا أطيق البقاء هنا، عندما أصل متأخرة إلى الميقات أشعر أني قد استهنت بعشقي ليوسف، فمن شيم العاشق اللحاق بالمعشوق. وكيف لرودامون أن يخبرك إن عاد يحمل خبرا عن يوزرسيف سيدتي؟ أنت ترين أني كنت بانتظاره ولم يأتي، ولا أظنه سيأتي. فلنذهب. بوروبورياس، أتعرف أين أجد يوزرسيف؟ نعم عالي المقام،
هؤلاء القوم يذهبون إلى المعبد للاستماع إلى حديث يوزرسيف، فهو ينوي أن يخطب بالناس اليوم في المعبد، وسيقوم بعبادة الله الواحد الأحد لأول مرة في معبد أمون عوضا عن عبادة التماثيل. إلى قصر بوتيفار، انطلق. تاما، تياميني، أين أنتما؟ هل من أحد؟ سيدة زليخة، أين أنت؟ انطلق. أشم ريح يوزرسيف. يوزرسيف خرج من القصر سيدتي. يحيى وزير مصر الأعظم، يحيى منجي مصر ورازقها، يحيى مالك مصر وولي أمرها، يحيى مستشار مصر ومعبرها، صاحب الكتاب الذهبي، عالي المقام يوزرسيف. تحية الله عليكم أيها الحراس والضباط الشجعان. يوسف، 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 سبحان الإله الذي أعز عبده إذ أطاعه فجعله حاكم مصر وعزيزها، وسبحان الذي أذل أصحاب المقامات إذ عصوه وألبسهم لباس الخضوع والمسكنة. تلك العجوز تبدو مألوفة لي. وهل رأيتها قبل الآن؟ لا أدري، هل فهمت كنها مقالتها؟ أنت هو المقصود من العبد الذي أصبح عزيز مصر، وهي قد تكون ذات حسب وقد أصبحت وضيعة، لكن يبدو من كلامها أنها ممن هداهم الله. مالك، استعلم عن أحوالها. أمرني يوزرسيف أن أنظر في حاجاتك فأقضيها، ماذا تريدين منه؟ أنا الآن لا أريد سوى محادثة يوزرسيف، لا حاجة لي سواها. تريد فقط أن تتحدث إلى جناب يوزرسيف. الريح ريح يوسف، هل يوسف هنا؟ يوسف من أرسلني، أخبريني ما عندك فأنقله إلى يوسف. أشم فيك ريح يوسف، من أنت؟ ما قرابتك منه؟ أنا أدعى أسينات زوجة عزيز مصر، قولي لي ماذا تريدين؟ ماذا قالت هذه المرأة؟ لم أسمعها جيدا. قلت لك أدعى أسينات زوجة عزيز مصر،
زوجة جناب يوزر سيف. سيدتي ما الأمر؟ سيدتي ما الأمر؟ سيدتي ما بك؟ ما الذي أصابها؟ أخفينا الأمر عنها لسنوات، لكنها في النهاية علمت بزواج يوزر سيف عزيزي مصر. لماذا لم تخبريها أن هذه هي السيدة زليخة متيمة يوزر سيف؟ وهل ينبغي أن أقول لزوجته إنها تعشق زوجك؟ طلبت أن تتحدث إليك، لكن ما إن علمت أني زوجتك حتى أغمي عليها. سيدتي سيدة زليخة، ما الأمر سيدتي؟ ما الأمر؟ سيدتي ردي علي. سيدتي سيدة زليخة، أنا لا أدري أين رأيتها. أظن أنها هي نفس العجوز التي أرى طيفها في النوم وقد طلبت مني العون مرارا وتكرارا. تلك التي كنت تبحث عنها؟ لا أدري، لعلها. على كل حال خذوها إلى القصر وارعوها ريثما أرجع. اذهبوا. أين تذهب بنا يا هوري الهوب؟ إلى قصر أخناتون لأمر من الحاكم. جاهزون جناب هوري الهوب، لننطلق إذن. أتأذن لي أن أسألك سؤالا؟ سأجيبك جناب ألخماهو، تستطيع السؤال. لأي سبب تظن أن أمين حاوتب، أو كما تسمونه أخناتون، قد رغب في إحضارنا إليه؟ للمحاكمة، فهو قد حسم أمره أن يقوم بمحاكمتكم أمام جمهور من أهل المدينة، فقد شاع بين الناس أن لسان آمون قد نطق وأنه كان إلها حيا لا تمثالا. أخناتون يريد أن يعلم كيف استطاع آمون أن ينطق. أنا سأجيب عن سؤال أخناتون، أما أنت الذي كنت من أصدقائنا وما وصلت إلى قيادة الجند إلا بتزكية منا نحن، فلماذا تركتنا وحدنا؟ نحن كنا ننتظر منك العون. أنا ما زلت أعبد آمون وما زلت على احترامي لكم، لكن يتوجب علي أن أطيع أخناتون قبل طاعة آمون، فإنما هو ابن الآلهة. أقصد أن كل حكام مصر هم أنصاف آلهة، فهو حاكمي وحاكم كل أهل مصر. أرجو من صميم قلبي أن أتمكن من مساعدتكم، لكنني عاجز.
وهل تعلم من الذي سيشرف على محاكمتنا؟ أظنه يوزر سيف. ألن يكف عنا يوزر سيف هذا أبدا؟ ألا ينوي أن يدعنا وشأننا مطلقا؟ نحن نعبد الله الواحد شكرا له على كل ما أنعم علينا. لولا فضل الله علينا ورحمته بنا ما كنا لنتنبه للقحط القادم علينا فنسعى له سعيا، ولا ندري ما كان ليكون مصيرنا عندها. انظروا إلى نهر النيل كيف ضحل وجف، وانظروا أيضا إلى المزارع والضياع كيف يبست وأجدبت. هذا ما كان سيؤول إليه مصيرنا. الكثير من البلاد الأخرى أضحت تحتاج إلى عونكم أنتم، ولولا عناية الله بكم ما كان حالكم ليكون مختلفا عن أحوالهم هم. أشكروا ربكم إذن واحمدوه على نعمه، وحيث إنكم لم تعودوا تعبدون تلك الوحوش الصماء وأسباب الضياع والذلة، فحري بكم إذن أن تعكفوا على عبادة الله الواحد إن كنتم ستعبدون ربا. إنما أمرنا أن يتحول معبد آمون منذ اليوم إلى معبد لله الواحد. أسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا بأنوار هدايته. بوركتم. علي أن أعترف أنك أقوى منه. يوزر سيف يعتبر دامون معلمه دائما. طلع طلع. يحيى يوزر سيف! 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 دامون؟ نعم علي المقام. أنا دامون. أين كنت حتى الآن؟ كنت في حرب مع أهل الشمال منذ سنوات برفقة جناب هورنهوب. عليك بمرافقة من الآن في صعيدة. يحيى يوزر سيف! 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 تاما، تي أميني، أين نحن الآن؟ وما هذا المكان؟ هذا منزل جناب يوسف. أنا جئت بك إلى هنا سيدتي. هل أنت أسينات؟ زوجة يوسف النبي؟ كنت أظن قبل الآن أني أحب جناب يوزر سيف كثيرا، لكن بعدما سمعته من وصف نديماتك فأقول إننا يجب أن نتعلم العشق منك. 30 سنة من الدموع والأشواق، 30 سنة من البعد والفراق والعتب. أقسم بالله إن هذا العشق الشديد وهذا الصبر حري بهما أن يقدسا. لم يكن عشقي بتلك الطهارة التي تصفينها. فيوسف أعلى شأنا من أن تليق بعشقه
حاملة الآثام والذنوب. أنا قد لوثت عشقي باتباع هوى نفسي وشهواتها، وقد حملت وزر ذلك على كاهلي. أنت تظنين أنك تعرفين كل معاناتي. 30 سنة من احتمال اللوم، 30 سنة من الكلام اللاذع والشعور بالذل، 30 سنة من النواح وذرف الدموع، 30 سنة من زقاق إلى زقاق، 30 سنة من الجري وفقدان المطلوب. كان جزائي الذي تحملته ولم أجزع بسببه. جل ما اطلعت عليه إنما هو من مجلسي، ومما سمعته أيضا من نديمتيك عن وصفك، فلا حرج علي إذن إن لم أعلم عنك شيئا ولم أدري بما قد قاسيته في الماضي. علينا أن نعرف سبب غفلة يوسف عنك، عليه أن يبرر سبب غفلته عنك. لا، أقسم عليك ألا تتكلمي عن يوسف بهذا النحو. اصبري قليلا سيدتي وسوف أعود. أين ذهب جناب يوزرسيف؟ هو الآن في البهو الكبير عند الحاكم أخناتون. تعالي معي. أسنات، اصبري أسنات. وأن ليوسف أن يعلم بالذي جرى علي، فهو يشارك الناس مصائبهم ويختزن في صدره جبالا من الأسى والحزن. هو ليس حكرا على زليخة ليتفرغ لها. سمعت أن آمون كان يكلم الناس في أوقات حضورك في المعبد، وكان يكف عن الحديث عند غيابك. أتظن حقا أن آمون الذي واراه كهنة المعبد ذليلا يمكن له أن ينبس ببنت شفا؟ يمكن خداع البسطاء بأمور بسيطة جدا، أما عالي المقام يوزرسيف فلا يخدع. حقيقة الأمر هو أني كنت أقوم بتغيير صوتي وأنا أكلم الناس من نافذة موجودة بالقرب من آمون. صدى الصوت في المعبد كان يؤدي إلى اختلاط الأمر على الناس، فيظنون أن آمون يحدثهم. أنت رجل فطن يا ألخماهو، لماذا لم تكن تعمل هذه الفطنة والدراية في سبيل مساعدة الناس؟ إن تكرار القول الكاذب يؤدي أحيانا بصاحب القول نفسه إلى تصديق ما يقوله هو، وتكرارنا لكذبنا قد أدى بنا حقا إلى التصديق بربوبية آمون. كما أن حلاوة الدنيا تصد المرأة وتعميه عن رؤية الحق، أضف إليها حماقة الناس. هذا ما أراده الناس، ونحن قمنا باستغلاله لصالحنا. ألا ترون معي أن حماقة الناس لا تختلف عن تصديقكم لما أطلقتموه من الكذب؟ الناس ليسوا حمقى، بل ظنوا باطلكم حقيقة لأنكم قمتم بإخفاء الحقائق عنهم. فهل لا أنصفتموهم وعرضتم عليهم الحق والباطل ثم نظرتم ماذا سيختارون؟ السيدة أسينات زوجة عزيز مصر تطلب إذن الدخول. أخبروها أن تدخل. السيدة أسينات لا تحتاج إذنا.
أن يسامحني نبي الله لأنني عازمة على أن أشتكي أمره لدى جناب الحاكم أخاتون. أسينات، اليوم موعد مقاضاة الكهنة، عليك بتأجيل محاكمتي ليوم آخر. لا يمكن التأجيل، لا أطيق صبرا. فلنؤخر محاكمة الكهنة قليلا. أسينات هيا تكلمي. أريد أن أعلم كيف يغفر جناب يوزرسيف الذي صرف عمره في سبيلي راحة أبدان أهل مصر وأرواحهم، كيف يغفل عن حال مشردة ضريرة هرمة مكسورة الخاطر؟ سيدتي ما بك؟ سيدتي العجوز التي تتحدثين عنها أنا كنت لأعرفها من قبل، فهي قد شغلت بالي حتى في منامي وأنت تشهدين على ذلك أن كان لي أن أجدها. أنت كنت تعرفها لكنك لم تعتني بها، هي التي ربتك بمحبتها طوال سنوات، وعندما اضطرمت شعلة العشق في كيانها وأحرقت ناره ما بقي من وجودها قمت أنت بالتخلي عنها. إنما هي زليخة